هو في نصايح تخلي ما يجيلناش حموضة؟ أسباب زيادة الحموضة بشكل عام هي ارتخاء العضلة ما بين المعدة والمريء. على فكرة الحموضة برضو بتحصل بسبب بعض أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم والمسكنات ومضادات الالتهاب وبعض المضادات الحيوية والسمنة والتدخين. كل الحاجات دي تخلي فيه حموضة زيادة. بس في أسباب زيادة بقى للحموضة في رمضان، زي إيه؟ زي زيادة الدهون وزيادة المقليات، الأكل المقلي، وزيادة العصاير خاصة العصاير الحمضية، والأكل المسبك، وزيادة الحلويات والأكل الحراق، وزيادة مشروبات رمضان. كل ده برضو بيسبب زيادة الحموضة. وطبعا اللي بيسبب زيادة الحموضة برضو زيادة المشروبات المحتوية على الكافيين زي الشاي والقهوة والمياه الغازية. من الأسباب برضو السحور الخاطئ، إن احنا ناكل حاجات غلط على السحور. وحاجة غريبة جدا من أسباب الحموضة الملابس الضيقة والأحزمة والأحذية الضيقة وكمان زيادة العصبية. العلاج للحموضة بشكل عام هو إن احنا نعدل نمط حياتنا، نقسم الأكل، نصحح الأكل، نقلل الأكل، نتجنب النوم مباشرة بعد الأكل، المية نشرب كميات صغيرة بس على مرات كتير، نتجنب الأسباب اللي بتزود الحموضة اللي أنا لسه قايلها، ونحاول نرفع مقدمة السرير إن شاء الله 20 سنتي عند المخدة اللي بننام عليه. كمان في أعشاب بتساعد في علاج الحموضة زي الجنزبيل، ممكن يتبشر على الأكل أو يتحط على الشاي. الأعشاب التانية برضو اللي بتساعد على علاج الحموضة البابونج اللي هو الكاموميل، ولو في كميات قليلة من العرق سوس. الزبادي واللبن الرايب مهمين جدا جدا علشان تخفيف الإحساس بالحموضة. ولازم طبعا نتوقف عن استخدام الفوار اللي بعد الأكل، الفوار بيزود الحموضة مش بيعالجها.